بقيت فين؟ بقينا نمشي نعكس ايدي واحدة كأننا مجانين، بقينا نتنك على الناس الطيبين، بنخون اكتر ناس لينا قريبين، بقينا بنستقوى على كل مسكين، مخدرات خلتنا نطبع شمال ويمين، نسينا قضية العراق وفلسطين، بقينا للظلم مجندين، مع ان فينا شباب كتير فاهمين، قاعدين وسط بلدنا وبقينا معنفين، ناخدنا نسينا وبقينا بس في الكورة متعصبين، بدل ما تروح تضرب سيجارة ذاكر او انزلك تمرين، لحد امتى هيفضلوا على مخاخنا مسيطرين؟ ممكن نعمل حاجات احسن من اللي بنستوردها من الصين، ففكر معايا وقولي ممكن تعمل ايه؟ كبر ضميرك علي تفكيرك حدد مصيرك، محدش هيخليك كويس غيرك، كبر ضميرك علي تفكيرك حدد مصيرك، محدش هيخليك كويس غيرك، خليك كويس او حتى اعمل كذا محاولة، ده حتى احسن من ان كل تاجر مخدرات يعمل فيك مقولة، ما انت ممكن تعمل حاجة كويسة لناسك حتى لو متضايق من الدولة، انا عارف ان على الاغلب هيكون كلامي مش همك، بس بدل ما تبرد دمك فكر ازاي ممكن تفرح امك، ممكن تبسط والدك، تحسن حالتك، ترفع مكانتك، تعزز ضميرك وامانتك، جرب تفعل شهادتك، صلح في نفسك بدل ما تدمر حاجات، حاول تحقق طموحات وامنيات، سيبك من الادمان مش هيفيدك ايا كان، احسن لك اعمل من نفسك انسان، كبر ضميرك علي تفكيرك حدد مصيرك، محدش هيخليك كويس غيرك، كبر ضميرك علي تفكيرك حدد مصيرك، محدش هيخليك كويس غيرك.